جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تعب الإنسان عند موته تعبا شديدا، فهل يكون ذلك كفارة لذنوبه؟ وما العبرة من ذلكم؟ جزاكم الله خيرا. المؤمن لا يصيبه نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرض والإصابات والمصائب التي تصيبه كلها كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يصيبه عند الموت من شدة النزع، فإن ذلك مما يأجره الله عليه ويكفر به خطاياه. نعم.